نشرت الفنانة قمر مقطع فيديو بتبين فيه عم تتميل على أغنية خسارة للفنان آدم، ولبسة قمر فستان أسود بيكشف عن جزء كبير من صدرة، وعلقت وقالت إنه مع احترامها للكل أي تعليق دون المستوى رح تعمل بلوك. قالت الممثلة السورية تولاي هارون لموقع الفن إنه قلبها بعده عم يحترق من الوجع بسبب موت أختها الممثلة دينا هارون اللي توفت بشهر تشرين الأول السنة الماضية، وقالت تولاي إنها بتتذكر دينا بكل تفصيل من تفاصيل حياتها اليومية. نشرت الفنانة المصرية سما المصري مقطع فيديو جديد لإلها هي وعم تخضع لجلسة تدليك، ولقى هالفيديو انتقادات كتيرة من قبل المتابعين ومنهم دعيوها للتوبة وإنها تتوقف عن استعراض جسمها، ومتابع قالها إنه بده يشوفها أحسن من ممثلة الأفلام الإباحية ميا خليفة. نشرت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة صورة بتبين فيها مع خيا شربل لما كانوا عم بمضوا وقتهم على التلج، وكتبت دانييلا على الصورة حبيبي وحطت قلب. متابعين دانييلا فكروا إنه شربل هو خطيبة قبل ما هي توضح لهم إنه هو خيا، واتمنوا للسعادة لإلها ولشربل. توفى المخرج المصري محمد النجار من بعد ما كان تم نقله للمستشفى بسبب مشكلة صحية مرتبطة بمرض القلب وصعوبة التنفس، ومن المسلسلات اللي أخرجها محمد منذكر الأدهم، منتهى العشق، والعائد. من الأفلام اللي أخرجها زمن حاتم زهران، رحلة حب، وعوكل. نشرت النجمة التركية بيرين سات فيديو جديد لإلها هي وعم تاكل بمطعم. بيرين بينت طبيعية وحلوة ووجهها نقي حتى من دون مكياج، وصارت بيرين تضحك لما صارت الفراشة تغط على كتفها وعلى شعرها وتبرم حولها. لمعرفة كافة الأخبار الفنية زوروا موقعنا الفن.com واشتركوا بقناتنا على يوتيوب ليوصلكم كل جديد.